السلام عليكم احبائي، سعدتم مساء. انا قبل شويه دور على زيوني وهسه لقيت زيوني قاعد يلعب ملاعب. مرحبا زيوني. عفوا ممكن تشرح لنا الموضوع؟ انه احنا بدنا نقدم برنامج للاطفال، انت ايش عندك قاعد بالملاعب؟ ايش تلعب؟ ايش تلعب؟ ايش تلعبوا؟ هاي العاب اصدقائي واحبائي، احنا اليوم درايموند، ملاعب حلوه وفقرات حلوه، أسئلة حلوة وجوائز كلش هواية وجوائز قيمة، وطبعاً زيوني راح يرافقني وياي بالبرنامج وراح نطلع أنا وياكم. ابقوا ويانا، تابعونا مو تروحون. يلا زيوني. أصدقائي وأحبائي، والتقينا بصديقنا سايق السيارة المحترف ونقول له مساء الخير. مساء الخير. اسمك؟ أبو الفضل احتيال تهيب. عفية عفية صديقنا أبو الفضل، سؤال راح نسألك سؤال. إيه. إذا جاوبت لك جائزة. إيه. أكيد؟ إيه. صديقنا هذا متحمس ومنتظر الجائزة، تفوز لا ما تفوز؟ أفوز. يلا قول أفوز. أفوز. كنا نفوز. أفوز. زين سؤالنا يقول، ركز وياي، زين أنت شاطر، السؤال يقول أول ما نصعد بالسيارة ايش نلبس؟ نلبس العزام الامان. ليش نلبس حزام الامان؟ العزام الامان والسوق. عافيه ويحمينا من الصدمات ويحافظ على حياتنا مو؟ الف مبروك صديقنا فاز ويانا، حزام الامان ضروري احنا نلبسه بالسياره، واذا بابا ناسي لبسه نذكر نقول له بابا لازم تلبس حزام الامان حفاظا عليك. اصدقائي صديقنا فاز ويانا ابو الفضل ونقول له الف مبروك. ابو الفضل تعال انزل وياي، انزل زيوني راح تجيب له هديه. يلا اقف اقف، يلا اقف اقف، هذا صديقنا ابو الفضل، الف مبروك، وهذا الك اخذه الك وراح تاخذ جائزه همينه، وهاي الهدايا الحلوه هذني وقف، وهذا همينه دب وطلع لك دبدوب الحلو. هذا دبدوب الحباب، الف مبروك. وطبعا هاي مول سيتي وهذه كلها جوائز دريم لاند، الف مبروك. وبعد هاي همينه هديه، وبعد هدايا كلش هوايه. الزم هاي الهديه لك، يلا قولهم باي باي. باي باي. ابقوا يا انا اصدقائي برنامجنا صندوق شهاب، فقرات حلوه. عمو مهند وزيوني وتعال انزل يا صديقي. اصدقائي انا راح اصعد بمكان وانا اسوق، باي باي. مثل ما قلنا لكم حزام الامان كل ضروري. اصدقائي واحبائي، طبعا انا هسه لحد الان دايخ ادور على زيوني ما اعرف وين راح، يعني هذا زيوني مصيبه مصيبته، لو ادري وين يروح كان احنا بخير. هذا زيوني. اصدقائي واحبائي، هذا زيوني وهذا صديقنا، نقول لك مساء الخير. مساء الخير. شو اسمك؟ علي. علاوي الوردة الحباب يا صف. لا راح اسجل. راح اسجل؟ يا رب يا رب ان شاء الله. علاوي عندنا برنامج حلو اسمه صندوق شهاب، هذا البرنامج بأسئلة حلوة وفقرات حلوة ومعلومات حلوة وفي جوائز. شو تقول تاخذ جوائز لو أسئلة؟ اخذ جوائز. جوائز تحب الجوائز؟ اي. اصدقائي يحب الجوائز وراح نسأله سؤال ونقول له مد ايدك بالصندوق وطلع لنا السؤال. يلا زيون يلا يلا جيبه اعطيني اياه. عافيه اصدقائي، برنامج صندوق شهاب باسئله حلوه. صديقي انطينا كلمه جمع كلمه قلم. قلم. اذا قلم واحد واقلام هواي شنو جمعها؟ أقلام. أقلام. عافية قلم أقلام، ألف مبروك واخذتوا ويانا جائزة كلش حلوة. يلا زيوني جيب الجائزة صديقنا ونقول لك مبروك، وإحنا اليوم بدنا نلعب ملاعب حلوة وراح نتونس كنا مو؟ صح. يلا زيوني، وين راح زيوني؟ بعض أصدقائي هم زيوني تأخر وخلاني أدور عليه وما أعرف وين يروح. صديقي الزم هاي الأسئلة، أبقى هنا أنا. وانا هروح ادور على زيوني ما اعرف ور. هذا زيوني اصدقائي،
وين رحت؟ جيب الهديه. جيب الهديه؟ ايه. الزم انا ما لي علاقه، هو راح يقدم برنامج زيوني وانا طالع من البرنامج. أصدقائي وأحبائي، نلتقي بصديقنا ونقول له شو اسمك؟ علي. علي، يا صف؟ رابع. ما شاء الله، يعني شاطر، عندك معلومات حلوة؟ زين يعني؟ تعرف؟ إيه. زين، راح أسألك أسئلة حلوة، إذا جاوبت إلك جائزة، شو تقول تجاوب ويانا؟ إيه. أكيد؟ إيه. يلا قولهم أكيد راح أجاوب لأصدقائنا. أكيد راح أجاوب. راح أجاوب، وأنا أحبكم، وهذا برنامجنا اسمه صندوق شهاب. وابقوا ويانا، برنامج صندوق شهاب بجوائز حلوة ومعلومات حلوة. يلا مد يدك بالصندوق وطلع لنا السؤال. أصدقائي وأحبائي، صندوق شهاب بأسئلة حلوة وفقرات حلوة. يلا الزم، يلا ركز وياي، ركز وياي، لأنه إذا ما جاوبت ما راح تاخذ هدية. تريد الهدية؟ يلا أصدقائي، السؤال كل سهل، راح أسألك سؤال. الدراجة اللي أنت صاعد عليها تعتبر دراجة نارية لو دراجة هوائية؟ نارية. نارية، أحسنت، ألف مبروك، وأخذ ويانا جائزة كلش حلوة. وطبعاً الدراجة النارية مو أي واحد يصعدها من أعمارنا. ليش؟ لأنه لازم شخص كبير ويكون يعرف، لأنه بيها مخاطر كلش هواية، واحنا ما يصير نصعد بالدراجه مال بابا او مال اخونا بدون ما نبلغه اذا مو هو واقف يمنا وهو صاعد ويانا، حتى ما نعرض حياتنا للخطر ولا حياه اصدقائنا، مو صحيح؟ يلا زيوني، جيب صديقنا الجائزه ونقول له الف الف مبروك، اخذت ويانا جائزه حلوه. نطلع بالدراجه نروح؟ ها؟ نسوق؟ ايه. يلا اصدقائي ابقوا ويانا، راح نصعد بالدراجه ونسوق. ارجع لي ورا، يلا ارجع، ابقوا ويانا اصدقائي، واليوم راح نفطر. بس توقفوا، انا ما عندي خوذه. ما يصير نسوق دراجه اذا ما لابسين خوذه للوقايه. ابقوا ويانا وتعالوا فقرات كلش حلوه. اصدقائي واحبائي، ما زلنا احنا مستمرين وياكم، ونلتقي بصديقنا نقول له مساء الخير. هلا العفو، هذا ابني، يعني احنا لازم نلتقي بصديقنا اللي بصفنا، مو نلتقي بيك لو نلتقي بزيوني. اسمي عبد الله. شو اسمك؟ عبد الله. يا صف عبد الله. بالسادس. عبد الله شاطر؟ اي. عبد الله تركز ويانا، تجاوب على السؤال تاخذ جائزه، شو تقول تجاوب؟ اي. معلوماتك قويه؟ اي. زين عبد الله، شنو امنيتك بالحياه؟ امنيه حلاق. اتمنى اصير، والله اتمنى اصير حلاق. حلاقه، مهنه علاقه كلش مهنه حلوه طبعا، بس هي تعب. ليش؟ لانه 24 ساعه واقف وتقص بالشعر، مو صحيح؟ صحيح. عندك علم انه احنا دائما شعرنا يساقط بس احنا ما نحس بيه ويطلع بكان شعر جديد، مو؟ اي. يعني هسه انت من تكبر راح تزينا ببلاش؟ اي. انا وزيوني؟ اي بلاش. اصدقائي، كل انسان يحب المهنه ويحب يسقل مهنته ويصير محترف بيها، لكن احنا اليوم برنامج صندوق شهاب صديقنا نقول له نتمنى يا رب تتحقق كل امانيك، وجاوب على السؤال تاخذ الجائزه. يلا صديقي مديلك بالصندوق، صندوق شهاب، وطلع لنا السؤال. يلا اخذ له هذا السؤال، يلا انطيني اياه، انطيني اياه حتى ما تفوق الاسئله، مو صحيح؟ الزم. اصدقائي واحبائي ابقوا ويانا، السؤال كلش حلو وسهل، سؤال مهم كلش مهم وخطر. سؤالنا يقول: ماذا يسمى العام الذي وقعت حادثة الفيل؟ ركز زين، شو اسم العام؟ أي عام؟ عامل حادثة الفيل، سموها يا عام. عام الفيل. قل لأصدقائنا شو اسمه؟ عام الفيل. عام الفيل، ألف مبروك، وأخذت ويانا جائزة. شكرا.
شكرا. بما ان انت اخذت جائزه انت متغدي؟ ايه. شو تغديت؟ والله مرقه جزر. جزر مرقه جزر يعني فيتامين جزر. الجزر من يقوي؟ العضلات. وبعد فيتامين دي. هاي شو يسموها؟ العين. يقوي النظر. النظر اي. الف مبروك اصدقائي، فاز ويانا صديقنا، ونقول له مبروك وزيوني رح جيب الجائزه لصديقنا. طبعا احنا كنا طبعا نحب الفواكه ونحب الخضروات، وضروري طبعا نركز على الفلفل الاخضر، على الجزر، على الخضورات، لانه هذه كلها فوائد ان وكلها مقويات وتنطينا نشاط وحيويه. مو اي مو صحيح؟ صحيح. يا رب ان شاء الله تحقق كل امانيك، ونقول لك الف مبروك وفزت ويانا، وكلهم ابقوا ويانا. يلا قولوا باي باي. باي اصدقائي، ابقوا ويانا، واحنا طبعا مستمرين وياكم فقرات حلوه ومعلومات كلش حلوه ببرنامج صندوق شهاب. يلا زيوني. أصدقائي وأحبائي، ما زلنا طبعا مستمرين وياكم، ونسأل صديقتنا نقولها مساء الخير. شو اسمك؟ ليان. شو اسمك؟ ليان. ليان يا صف أول. صف الأول. ليان تساعدين ماما بالبيت؟ إي. يعني تحضرين وجبات الطعام وتحضرين الميز مو؟ إي أكيد. زين، احنا راح نسأل السؤال حلو وتجاوبين عليه بصراحة. سؤالنا يقول، ركزي ويانا، إذا جاوبتي إلي الجائزة شو تقولين؟ تفوزين؟ أفوز. قولي أفوز. أنا أفوز اليوم. أنا أفوز اليوم. يلا، صديقتنا طبعا شاطرة وحبابة، وسؤالنا يقول 1+6 إيش قد يصيرون؟ عندنا 1 واقف وعندنا 6 قاعدين، إذا إجا وياهم إيش قد يصيرون؟ إيه؟ 7. ألف مبروك. وأنت طبعا شاطرة بالرياضيات، شاطرة لو مو شاطرة؟ شاطرة. عافية، وجتك هدية كلش حلوة من صديقنا زيوني. يلا زيوني روح جيب الجائزة وتعال. طبعا تعرفون أصدقائي زيوني دائما يلح علي يقول لي أني أريد أشتري أكل من برا، ومن الأكل طبعا اللي معرض للشمس ومعرض للحشرات، وهذا خطأ طبعا، أنه احنا لازم نكون حذرين حتى نعرف الأكل منين نشتري، لأنه هذا خاف نتمرض ويصير بيه تلوث. ونقول لك مبروك، وطبعا فزتي ويانا وهاي الهدية الحلوة. أصدقائي ابقوا ويانا ولا تروحون، فقرات حلوة ومعلومات كلش حلوة. مثل ما قلنا لكم جوائزنا مقدمة من سمامول وخديجة. ابقوا ويانا طبعا فقرات حلوة، ونلتقي بصديقنا نقول له مساء الخير. مساء النور. شو اسمك؟ حسين. يا صف حسين. رابع. صف الرابع. حسين شاطر؟ اي. اكيد؟ اي. حسين ركز ويانا، اذا فزت لك جائزة حلوة، واذا خسرت راح نلعب انا وياك ملاعيب بدون جوائز، شو تقول؟ تفوز؟ اي ان شاء الله. اكيد؟ اكيد. زين، انت تحب بابا وماما؟ نعم. شقد؟ هواي. وزين، شنو امنيتك بالحياة؟ تتمنى تصير؟ طيار. طيار؟ يعني طيار حربي لو طيار شنو؟ طيار سياحي يعني سياحة. سياحي؟ يعني طيار تخلي المسافرين يصعدون وياك؟ نعم. اكيد؟ اكيد. زين، وتعرف السوق زين بالطيارة؟ لا. هي بيها بريك؟ ما ادري. بيها لو ما بيها؟ بيها. يعني من هي طايره بالجو وشافت لها غنم تشبر وكفت راسها مو، شو تقول؟ يصير لو ما يصير؟ ما يصير. لان هاي بس بالكرتون، بالحقيقه ما يصير. بيها بريك بس بتنزل بالقاع، عيني من الطير ما بيها بريك. يلا اصدقائي، راح نسال صديقنا سؤال ونتمنى يجاوبنا. مد ايدك بالصندوق وطلع لنا السؤال. يلا. جيب.
صديقي سؤالنا كلش حلو، يقول قلبه أبيض وجسمه أسود وراسه أخضر، شنو؟ البتنجان. صحيح البتنجان، وطبعا البتنجان كلش طيب وأنا أحب أشوي وأحب أكل بتنجان، وفزت ويانا 5 كيلوات بتنجان. لا زين، شنو فاز ويانا؟ هدية أصدقائي. بس مع ذلك أنا هم راح أجيب لك بتنجان حتى نسوي تبسي أنا وياك. يلا أصدقائي نجيب الهدية لصديقنا ونقول له مبروك. يلا جيب صديق هدية صديقنا حسين. تعال حسين أنت وين رايح؟ الهدية زيوني راح أجيب لك إياها. يلا قولهم ابقوا ويانا وتابعونا ببرنامج صندوق شهاب. مو تنسون فقراتنا حلوة ويومية طبعا احنا بهذا البرنامج الحلو. اصدقائي واحبائي، اصدقائي اريد اكون فاني ما اقدر، القاع قاعد يقمص بي، راح اوقع. أصدقائي وأحبائي ما زلنا مستمرين وبرنامج صندوق شهاب. تعال أصدقائي قعدوا هنا، اقعد تعال زي ونستريح. أصدقائي وأحبائي فقرتنا اليوم فقرة حلوة، زمان احنا كنا نقم فرحانين. فما تعبت؟ لا لا. تعبت؟ لا لا عد، بس أنا تعبت لأنه أنا مو رياضي وهم رياضيين. أصدقائي وأحبائي نلتقي بصديقنا، شو اسمك؟ فهد. يا صف فهد سادس. صف السادس يعني شاطر، عندك معلومات حلوة مو؟ نعم. أكيد؟ نعم. عندك أصدقاء؟ نعم. تحبهم؟ إيه. زين، سؤالنا يقول برنامج اسمه صندوق شهاب، تمد يدك بالصندوق وتطلع لنا السؤال حتى تاخذ ويانا جائزة. يلا. أصدقائي وأحبائي قناة شهاب الفضائية مختصة فقط برامج الأطفال الحلوة والمسلسلات الحلوة للأطفال، ابقوا يانا وتابعونا وركز لأنه هذا السؤال كل الصعب ولو تأخذ الجائزة لو نبقى نلعب نقمز. ركز على السؤال، يقول تبلغ مساحة الوطن العربي 11 كيلومتر مربع 10 مليون كيلومتر مربع 14 مليون كيلومتر مربع. 14 مليون كيلومتر مربع. ألف مبروك وفزت ويانا بالجائزة الحلوة، وأنا أقول لك مبروك وأخذت ويانا الجائزة. إذن زيوني وراح جيب الجائزة صديقنا وتعال. يلا أصدقائي بما أنه صديقنا فاز فإحنا راح نرجع نكمل نلعب لعبتنا الحلوة. امشي مالك علاقة بزيوني، تعال. أصدقائي هاي الهدية، بس شلون راح أنطيها صديقي؟ مدى نعرف. هاك صديقي، إلزم مع السلامة بما الله. أصدقائي أنا راح أرجع أبقوا. كان دعت الناس وكان عرض حياتهم للخطر. اصدقائي واحبائي وطبعا احنا نلتقي بصديقنا نقول له مساء الخير. مساء الخير. شو اسمك؟ ذوالفقار. صديقنا اسمه ذوالفقار. ذوالفقار شنو رايك انه احنا اصدقائنا دائما من يريد يعبر الشارع يعبر بدون ما يبوع السيارات ولا يبوع الطريق، وهذا خطا لو صحيح؟ خطا. ليش؟ لان اخاف يندعم. صحيح، لازم الإنسان أي واحد من أصدقائنا من يريد يعبر الشارع يكون حذر ويلتفت ويكون دقيق، لازم يكون دقيق وحذر حتى ما يعرض حياته للخطر ولا يربك السائق. زين صديقنا سؤالنا يقول لك جائزة حلوة إذا جاوبت، لك جائزة كلش حلوة. أي. السيارة إيش كم تاير بيها؟ 4. زين المطار إيش
كان تاير بي تاير عبيه ردت غش ردت اخطيك بس ما قدرت لي ولا انا قدرت لك. نقول لك الف مبروك واخذت ويانا جائزه كلش حلوه. طبعا اصدقائي نتمنى اليوم استمتعتوا ويانا وتونستوا ويانا ببرنامجنا الحلو برنامج صندوق شهاب. نتمنى يوميا تتابعونا وتبقون ويانا على قناة شهاب الفضائية. ونقول لك ألف مبروك وزيون روح جيب جائزة صديقنا. وطبعا يا ربي الصحة والأمان لكم إن شاء الله يا ربي والله يستركم. ومثل ما فهمناكم كونوا حذرين دائما عبور الشارع لازم يكون من منطقة المخصصة للعبور حتى ما يعرض حياتنا الخطر. ابقوا ويانا إن شاء الله ونقولكم مع السلامة. يلا قولوا مع السلامة. تابعونا ببرنامج صندوق شهاب. لا تنسى الاشتراك والاعجاب في قناة شهاب الفضائية.